معانا على التليفون واحد من النجوم الزملكاويه الكبار، الفنان هشام اسماعيل. حبيب قلبي استاذ هشام فزاع بقى. يا استاذ هشام مشرفنا ومنورنا. الله يخليك يا فندم، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل منورنا. ازيك يا خلود، عامل ايه يا حبيبي؟ فناننا العظيم الزملكاوي المحترم. حبيبي خالد الاصيل الاصيل الجميل، يرحمه ويحفظه. حبيبي وحشتني جدا. انت وحشني اكتر والله يا حبيبي، ربنا يساعدك يا خالد. عامل ايه؟ الحمد لله. استاذ هشام شرفنا ومنورنا. الله يحفظك يا استاذ احمد. حبيبك استاذ خالد، وانتوا الاثنين زملكاويه كده، واحنا بنتكلم بقى على حته الفن وانا بتابعك طبعا ومتابع كل الكلام وارائك في كل حاجه، حتى لو في برضه شويه كده ايه كيك بوكس بيحصلوا في البوستات، بس بيبقى عندك حق اقسم بالله. لا انا اكتر يعني من حاجه وفي اكتر من موقف. فضل. الله يخليك. يعني اعتدت، يعني اتعودت يعني نكتب الحاجات بطريقه دمها خفيف، ما تجرحش او تبقى مؤذيه. صحيح. لكن تبقى دمها خفيف، توضح وجهه نظري ببساطه. دي طريقتي في الحياه عموما، السخريه يعني باحترام وذوق يعني. تعلمناها كده من الشغل يعني، من الكوميديا او الكتابه الجيده او الفكره، ان الواحد يقول رايه بطريقه دمها خفيف من غير ما يجرح يعني. لكن بطلت والله، بقى لي فتره اعتكفت. ليه بس؟ ليه بس؟ لطشوا مني الاكونت بقى، مش عارف اعبر انا. ليه طيب؟ ايه اللي حصل؟ اتسرق والله ما اعرف. حصل لي كده على السوشيال ميديا حاله انغلاق عامه يعني، جالي نفسيا كده من سرقه الاكونت، ان انا ماليش مزاج اخش بقى اهري تاني بقى، مش قادر بقى. احنا كده عرفنا ميول مارك. أصلاً لا يعني جامده دي، مشاغب فلازم اتعاقب يعني. استاذ هشام، ايه رايك في الفتره الاخيره لنادي الزمالك مع جوميز؟ والله الحمد لله يعني فتره ممتازه. اختيار جيد جدا لمدرب متمكن وعنده رؤيه، وانا من ساعه ما كسب الكونفدراليه بصراحه وانا يعني حبيته جدا جدا. والراجل بيلعب بواقعيه، الراجل بيلعب على قد الامكانيات المتوفره. صحيح. حقيقي الفرقه محتاجه تدعيمات كتير، لكن الموجودين طبعا فيهم كباتن كبار مهمين جدا شايلنا. صحيح. زي شيكابالا وعبد الله السعيد وزيزو طبعا، وناصر ماهر موهبه ممتازه. وفي لعيبه ممتازين طبعا موجودين، محتاجين بس فرص كمان زياده شويه. صحيح. وفي لعيبه موجودين محتاجين يجتهدوا هم شويه. واعتقد الفرقه يعني مركزين ثلاثه كمان والدنيا هتظبط كويس قوي قوي قوي، لان الراجل عنده رؤيه. خلي بالك المدرب هو يعني عنصر النجاح في اي منظومه رياضيه في النادي يعني. صحيح. لو المدرب جيد خلاص بيوديك في حته تانية، حتى لو معاك مين، لو الفرقه ضعيفه او مش متماسكه أو قبل ما هو يجي. لا هو المدرب عمل برضه فرقه كويسه جدا من امكانيات، واكتشف لعيبه، احمد حمدي ربنا يشفيه، ويعني قدم وجوه جديده احنا ما كناش متابعينهم قوي، على قد ما هو الراجل برضه اداهم فرص خلاهم في مكان كويس. وان شاء الله باذن الله كمان يطلع شويه ناشئين كمان يعني. عايزين الحته دي تفضل موجوده في نادي الزمالك بقى، بيفرق قوي اللعيب الزملكاوي الاصلي الاصيل يعني ابن النادي يعني. صحيح. وده شايفينه متجسد في حسام عبد المجيد من الناشئين الزمالك، وبقى احسن مدافع دلوقتي في الفتره الحاليه. تطور رهيب، اتغير تطور مرعب في ادائه ما شاء الله. خالد كان لسه بيتكلم على كابتن حازم امام، على شيكابالا، دول نماذج زملكاويه اولاد النادي من هم عندهم 10 سنين و12 سنه و14 سنه يعني. صحيح. فبتفرق معاك، وانا تربيت من صغري شفت بقى كباتن بيكبروا، شفت كابتن اسماعيل يوسف ده لما لعب تحت 20 سنه ناشئ، شوف تاريخه كله مع الزمالك عامل ازاي، حميه وحماس وعشق للنادي يعني. تفرق جدا. بيكون طبعا بيجي ساعات علينا ضيوف من نوادي من انديه اخرى بيبقوا زملكاويه اكتر مننا. بس بيظل برضه لاعب نادي الزمالك الشاب ده طالع بروح مختلفه، اتنافس ولعب الاهلي كتير ولعب الانديه الكبيره كتير، كسب وخسر، ما عندوش ازمه الخوف ماتشات الكبيره، ما عندوش. هو راجل بيلعب انه بيحب نادي الزمالك وبيموت نفسه عشان كل ماتش، لكن ما بيكون برضه لعيب وارد بره بيقعد سنه سنتين على ما يتاقلم. صحيح. يعني برضه انت عارف العقليات اختلفت عن زمان. اليوم اللعيب اللي بيجي لك من نادي تاني هو لعيب كبير اصلا، انت جايب لعيب من المقاولين او لعيب من الاسماعيلي او لعيب، هو جاي كبير اصلا. دلوقتي اللعيبه بتيجي خايفه كده وهايبه الفرصه وهايبه فانله نادي الزمالك وكده، على ما بيتاقلم بياخد وقت طويل شويه، انما لعيب ابن النادي اعتقد الناشئ يديك اقوى كمان. والحمد لله يعني على مكسب الكونفدراليه والسوبر الافريقي. الحمد لله. كان نفسنا طبعا السوبر المصري، لكن هارد لك الكوره وضربات جزاء وراحت لحالها يعني. زيها زي السوبر الافريقي، ووفقنا هنا ما وفقناش الحمد لله. بس ايه رايك في السوبر الافريقي؟ ده فرق معانا، خلي بالك برضه، خلي بالك ويفرق معاك في السيزون ده. دي مباراه
ببطوله قاريه في بدايه مشوارك في الموسم الجديد. طبعا كانت مهمه جدا بالنسبه لنا. انا اصلا والله العظيم بتكلم جدا، انا فعلا ما كنتش اعرف ان في حاجه اسمها سوبر مصري السنه دي، والله ما كنت اعرف. يعني فعلا كان مش متابع او بقيت اربع فرق كتير دوره، يعني دوره وديه والله باعتبار انها اربع فرق. بعدين اكتشفت ان في النظام ده اتعمل قبل كده، الدوره الرباعيه. لان اعرف السوبر ما اتعملش في مصر تقريبا، يعني اتعمل في اسبانيا، فاحنا مشينا على غرار التجربه الاسبانيه. نتمنى نمشي على التجربه في كل حاجه. يعني بتبقى حاجه ترويجيه اكتر، اللي هو عدد ماتشات زياده، اللي هو تشوف الاهلي بيلعب ماتشين والزمالك بيلعب ماتشين، فتبقى حاجه ترويجيه يعني. مظبوط. فكان كل همي السوبر الافريقي فعلا، وربنا اكرمنا كمان، لعبنا ماتش كويس قوي. المكسب يعني جه هديه مكافاه على مجهودنا. حتى السوبر المصري لعبنا ماتش كويس، كان فيه نديه طبعا، فريقين كانوا متفوقين. بقول لك وفقنا وما وفقناش، وياما الزمالك كسب ماتشات يعني بطولات عظيمه بضربات الجزاء، وياما خسر بطولات بضربات الجزاء. بيحصل يعني ضربات حظ، ضربات حظ في الاول. طيب الاستاذ هشام كده فيها جزء طبعا مهاره، وفيها جزء تدريب مخزنه. لا الاستاذ هشام زملكاوي عظيم، وانا كان ليا الشرف ان انا اشتغل معاه اكتر من مره. الشرف ليا انا حبيبي، وبعدين انا وهو على طول في اللوكيشن مع بعض، يكون هو قدام الكاميرا وانا وراها، اقعد من ورا الكاميرا اعمل له كده، اعمل له اقول له النتيجه، وهو برضه ما بين الشوتس كده يروح عامل لي اللي هو ايه. هو حبيبي وزملكاوي، خالد حبيبي والله، وابن الغالي وعمه غالي، وكلهم اساتذه محترمين. يعني الدكتور مدحت العدل، الاستاذ جمال العدل الله يرحمه العظيم، استاذ سامي العدل، بما اني ممثل يعني فهو من القدوه والمسر العليا لينا في المهنه، من اخلاصه وتجربته وتنوعه واقدامه على الانتاج، فهو رجل فنان بكل معاني الكلمه، ورجل مسرح، وانا بتحب المسرح بتاع مسرح. هو مميز ومتنوع في كل الادوار اللي عملها، وعمل كل حاجه، عمل الكوميدي والرومانسي والشر والخير، وكله مميز. ما يعني ما فيش في اجماع تام على هذا الرجل، انه رجل محترم وفنان كبير وزملكاوي عظيم. بقى ده موضوع اكبر واكبر يعني. حبيبي رحمه حبيبي. الله عليه يعني، الله يرحمه يا رب. استاذ هشام شرفتنا ونورتنا وسعداء بسماع صوتك. انا اكتر والله انبسطت جدا بالمداخله الجميله دي، يعني انا سعيد جدا جدا والله اني دخلت معاكم، ومبسوط اسمع صوت خالد حبيبي يعني. وانا كمان حبيبي، ربنا يسعدك يا حبيبي. استاذ هشام شرفنا ونورنا، النجم الكبير والفنان الكبير، الفنان هشام اسماعيل شرفنا ونورنا.